شوف موسى لأنك. بشو بدنا نغير هدول؟ شو ما بدك منيح؟ معناتها منضل عليه كتير حلو. يعني أنا برأيي فكرة ديكور المكان كتير مناسبة. أنت شو رأيك إسراء؟ شو رأيك؟ مناسبة كتير. شو بك موسى؟ يعني حسيته طالع منيح المكان. أنتوا ليش ما التقيتوا من فترة بقى؟ ليش ما التقيتوا من فترة طويلة؟ نحنا كنا عم نشتغل على حملة سوا ومن هنيك تعرفنا. عم تحكي عن هالشي هي؟ قديش صاركم بتعرفوا بعض يا ترى؟ يا ترى؟ يا ترى؟ برأيي ما لها مناسبة. ليش؟ ليكي ما أحلاها ما مناسبة؟ مو مناسبة. مناسبة؟ يعني ما لها مناسبة للمشروع تبعنا. أنا حسيت إنها ما لها مناسبة فقررت بلاها. بصير هالحكي يا روحي برأيي كتير حلوة. دقيقة، انت يا ترى لانك غيرانه من دينا لهيك عم تقولي هالحكي؟ ها يا ترى؟ لا بعدين يعني اللي ليش لحتى غار. انا برايي انه عجد ما له مناسبه، بس مو مشكله المسا منشوف هالشي. شو قصدك المسا منشوف؟ اه على اساس ما كنتي رح تيجي المسا؟ انا قلت ما رح اجي. ايه قلتي هيك ما رح اجي. انا قلت ايه قلتي بالضبط صح. ايه ايه هيك صار. انت غيراني من دينا لهيك غيرتي رأيك؟ ايه خلص اكيد تعالي المسا. تعالي تعالي ما في مشكلة. خلص ما رح اجي ما رح اجي. لا تصر خلص. بعدين قلي ليش لحتى غار؟ ليش لحتى غار؟ من شو بدي غار؟ مين هي لحتى غار؟ في سبب لغار؟ في سبب قلي اذا في سبب. وكمان رجليها كتير طوال وكمان مشدودين وقولون سحبة. يعني يا بنت في هيك رجلين طوال؟ شو هذا؟ شو هالحكي هاد؟ بعدين في لون عيونة. انتبهوا على لون عيونة، بتحسوا فاضي مو حلو. مفشكلين. ها مفشكلين صح مفشكلين. عيونة؟ شو يعني شو قصدكم؟ شو عم تقولي رفيف؟ انتي بصفنا ولا بصف هالبنت؟ ما فهمت. اكيد انا بصفكم اسراء. طيب رفيف إذا بتحبي بخبرك شو حكى زوجك عنا اليوم. ايه يلا قولي لنا شو قال. نحن لازم نعطيها حقها هيك قال. يعطيها حقها لكن قلتي لي حقها. برافو والله برافو عن جد برافو يا إيكو. ما في حدا غيرك يعطيها حقها. ما وفي شغلة كمان، أصلا لون عيونها مو حقيقي، حاطة عدسات أو عاملة فوتوشوب مانا الحقيقيين. ايه يعني عن جد يعيب الشوم عليك يا إيكو. منيح على الأقل موسى ما فتح تمه بحرف، يعني ما حكى شي برأيي بيعرف حدوده. يعني الحقيقة هو كمان ما قصر، تمه ما سكره. كيف يعني؟ يعني كيف ما سكر تمه؟ يعني من الأخير يا بنات الكل انعجب فيها كتير، الكل انبهر فيها لما فاتت على الغرفة كله صاروا يطلعوا مثل المساطيل. ومن بيناتهم أكتر حدا شرير زوجي. يعني أخي أنت بتعرفها لدينا من قبل ولا؟ إيه بعرفها من قبل، اشتغلنا على حملة سوا، بس ما أنا بنت كتير منيحة. هي مو منيحة، منيحة كتير، كل شي فيها من طولة لجسمها يعني ما شاء الله عليها، فيك تقول كاملة مكملة. بس أنا ما لي مهتم فيها أبدا. لا لا أنا بس عم أقول إنه هي بنت حلوة وما شاء الله عنها، الله يستر عليها ويحفظها. عم تقول يعني الله يحفظها وإنه حلوة؟ أيوة. ما آمين آمين إيكو. لكن أنا رح روح أتفرج من وراء المونيتور. لك شبك أنت فضحتنا يا زلمة. موسى شو عم تعمل؟ شو عم بعمل؟ أنتو هيك شغلت؟ إيه أخي عم بعمل شغلة شوي. شفت كيف غارت مرت أخي إسراء من دينا؟ حسيت عليها وشفتها أنا بعيني. عن جد هيك رأيك؟ والله غارت عن جد؟ يا أخي ما كان فيني ما لاحظ، كان كتير مبين عليها أنه غيرانة. عن جد عم تحكي؟ غارت؟ إيه خليها تغار، خلي معلش تغار تغار طبعاً لتفهم شو بشع هذا الشعور. إيه غارت المجنونة. مجنونة ما؟ شو؟ مجنونة. يعني البنت مزبوط كتير حلوة بس ما أنا منتبهة أنه هي أحلى منها. تماماً بالضبط. إيه شوف
أنا بعرف اختار تيابي أكتر من هالبنت. طبعاً أكيد بتعرفي تلبسي أكتر منها. بعدين أنا شايفة إن رجالنا كتير مكبرين بنظرن هالبنات الغريبين. مالي شايفة فيهم شي مهم. بتعرفوا إني أنا ماني مصدقته لإيكو؟ لأنه هو كل يوم قبل ما يروح على الشغل بحط لي قطعة شوكولا. بس اليوم الصبح السيد إيكو راح مستعجل وبسرعة طلع. حكيك صح 100%. شو شايفين فيها شي مميز؟ ولا ما عاد عجبناهم نحن؟ إيه يا زينو هيك الهيئة. ما عاد عجبناهم. ما تعرفت شو هالعشق للشغل فجأة؟ يا زلمة يا زلمة مبارح لسه نفدت من حادث، شو عم تعمل بالتصوير هونيك؟ ما فهمت أنا. أخي تخطى هالشي من ورا الدعاوي يلي بتندعي له حبيب قلبي. إيه والله عن جد يا حرام غبيب. ويلا يا بنات قوموا بدنا نروح. لوين؟ لوين يا بنت؟ شو يعني لوين؟ نتفرج على التصوير. عن جد إسراء؟ إيه طبعا يلا. إيه أكيد عن جد رح يغمع. مروان بيك اذا انت موافق مشان نحط هاي الصوره بالكتالوج، شو رايك؟ موافق؟ ايه تمام موافق. تمام تمام. لكن انا رح اعطيك يا اخي صار مثل الثلج. ها عادي بركي بدها تشرب مي. ايه ماشي شيء مو طبيعي. بس لا تمسكها هيك هلا بتوقعها. مروشي فيك تجي شوي؟ وينه؟ مروشي؟ لا يا مروشي تعال. مروشي تعال شوف شو بدها. كأنه قالت له مروشي؟ قالت مروشي ولا أنا عم بتوهم؟ ها؟ شيلينا من هالحديث البلا طعمة. هلكي هدول كأنهم عم يحضروا مسلسل. يا ريت لو لاقي حجة واهجم عليهم وكرهون حياتهم. أنا شايفة القهوة هلأ وعم فكر شو المانع بإني روح وكب على إيكو. هيك عم يخطر لي يعني. عم تكوني تمام تمام كتير منيحة عندي. أنا جايتك مروشي امشوا. بس حاولي تخلي نظرتك سادة أكتر. مرحبا زوجي، اشتقت لك كتير يا روحي. مرتي حبيبتي زينو أنا كتير شو عم تعملوا هون؟ كل الوقت عم فكر فيك. البنات أصروا علي كتير إنه بحياتهم مو شايفين تصوير حقيقي وبلشوا ينقوا. خدينا إسراء وأنا ما قدرت أكثر بخاطرهم وزعلهم لهيك جبتهم. البنات أصروا عليك؟ أي طبعا. يعني لهيك أجيتي مو؟ يعني أصلا بتعرفي منيح إنك أجيتي يا إسراء، بلكي بتعطينا أفكار وبتساعدينا. بس أنت ليش اجيتي بالضبط؟ يعني شو صار اسراء؟ قولي لي شو ما قدرتي تتحملي؟ ما قدرت اتحمل طبعا. ما تحملت اكيد. ما تحملت زوجي اشتقت لك كثير. يبعت لي حما وقت ضربتك هيك توجعتني. يبعت لي حما رجعت ضربته نسيت عم يتوجع. رؤي رح روح واحكي شوي مع العالم بالشغل. تمام تفضل. وقف لا امسك الحمرة من هون. ايه عن جد رجال بجنن. انت محظوظة فيه. قولتك انا رح روح على كارفانتي. رح روح على كارفانتي معناتها يعني اكيد لازم نهتم فيها. شو بس وعأساس بالبيت أصروا عليها ومدري شو لكن ما شوفوا بنات إحنا لازم نمنعهم من التصوير. لازم نمنعهم. بس كيف؟ منشوف إلا ما نلاقي شيء. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.